يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا إلى آخر الآية. واستدل البعض بهذه الآية وغيرها بأنه لا يجوز تعليم الإسلام أو تعليم القرآن بأجر، فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه حق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، ولا يأخذوا على دعوتهم أجرا من الناس، لأنه لو أخذوا أجرا اتهموا بأنهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لأجل المال. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلموا الناس الخير، علموا القرآن، علموا العلم، إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، ينحبس عليهم على تعليمهم، ينتظر أوقاته في ذلك، فلا بأس يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور العلم، ولا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه كتاب الله، وجعل أخذ على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابة على طائفة من العرب ورئيسهم لذيذ فزدلته حية وقد جعلوا كل شيء لم ينفعه، فقالوا له هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكننا نزلنا عليكم ولن تقرونا ولن تضيفونا فلا نقرأ عليه الذي أجر. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم يغرقون هذا اللذيذ، فإن شفاه الله يعطونه القطيع. فقام إليه أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه وتفل عليه فأطلقه الله وعافاه، فأعطوهم القطيع من الغنم. فقالوا لا نأكله ولا نتصرفه حتى نأتي المدينة ونسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا المدينة سألوا النبي فقال لا حرج، إن حق ما أخذنا من كتاب الله. والمقصود أن هذا العلاج أو للتعليم لا بأس.